وللحديث أكثر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق معنا من الكويت الدكتور محمد الرميحي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. دكتور، يعني كان قرار جلالة الملك المفدى بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قرارا سباقا وكان قرارا وطنيا بامتياز، يعني كيف ترى انعكاس هذا القرار على ما تحقق من استقرار الأوضاع وتجاوز أحداث 2011؟ يعني هو كما تفضلت، القرار الذي اتخذ بإنشاء هذه اللجنة هو قرار شجاع وربما أيضا غير مسبوق، لأن هذه اللجنة كانت لجنة محايدة ودولية ومن مجموعة من القانونيين الكبار في العالم، والتقرير الذي قدم كان تقرير متوازن وقبل من جلالة الملك والحكومة في البحرين، وبعد ذلك تمت متابعة تنفيذ التوصيات المختلفة التي جاءت فيه. نعم. آسف. وبالتالي فإن ما قدمه السيد بسيوني في الفترة الأخيرة في تقديري هو يعني نوع من أنواع إكمال ذلك التقرير. لأن في ذلك التقرير كان بعض المعلومات لم تصل إلى اللجنة كما يجب وقد وصلت الآن. فهذا التقرير يعني هذا اللقاء يكمل ما تم بدؤه منذ سنوات قليلة. نعم. نعم دكتور، يعني استمرار كما أكد البروفيسور بسيوني أنه تم نجاح وإقرار التوصيات المستقلة بمنظومة متكاملة حقيقة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة، ولكن دكتور يعني استمرار هذه التوصيات والبناء عليها يعتمد حقيقة على استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ودعمه، كيف ترى توافق هذه مسيرة هذه الإصلاحات وهذه تحقيق هذه التوصيات والبناء عليها مستقبلا مع استمرارية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى؟ يعني هو لابد من الفصل بين مشروعين، بين مشروع جلالة الملك وهو مشروع إصلاحي وقد أشيد به في أكثر من مقام وفي أكثر من مكان من أجل تطوير المشاركة الشعبية في البحرين وأيضا الحفاظ على التنمية. أما المشروع الثاني والذي يجب أيضا أن يعني ننظر إليه بجدية هو التدخل الإيراني. فالتدخل الإيراني كما تعلم يحاول أن يخلق مجاميع مختلفة في مناطقنا العربية على غرار حزب الله في لبنان، وهذه قضية يجب أن تكون واضحة. يعني هناك خلافات وطنية داخلية يمكن النقاش فيها، وهناك قضايا استتباعية إلى خارج الحدود علينا حقيقة أن نبينها ونكشفها ونقف ضد القائمين بها. لهذا السبب فإن هذا التقرير هو تقرير ينظر إلى الإصلاحات الكثيرة التي قدمت في البحرين في السنوات القليلة الماضية ويطورها كما تفضلت في بداية الحديث، ولكن هذا التطوير بالتأكيد يحتاج إلى شيء من الوقت، وتقوم حكومة البحرين الآن بإشراف جلالة الملك على تنفيذ الخطوات المختلفة. إنما ما نما إلى علمي بأن السيد بسيوني وقعت في يده بعض الوثائق الجديدة وهي التدخلات الإيرانية، وهذه قضية في حقيقة الأمر يجب أن لا نستحي من الحديث فيها وفضح يعني هؤلاء الذين يحاولوا بيع الوطنية لصالح انتماءات أخرى خارج الوطن. إنما بالتأكيد الإصلاحات التي تمت ولا زالت يعني تقوم الحكومة البحرينية بإنجازها إصلاحات متميزة ومهمة وتهدف في نهاية الأمر إلى استقرار البلد وإلى احتواء كل المجاميع والتجمعات الوطنية الموجودة على أرض البحرين. نعم، الدكتور محمد رميحي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك.